مروان. ايه نزل المعلم. ها ولا يهمك، جاهز مثل العادي. يلا حبيبي. صباح الخير سيدنا. ليه ليش هيك دقنك طويله يا ابو مروان؟ امبارح حلقناها سيدنا. بسيطه بسيطه. يا ابو مروان، انا 100 مرة صرت مفهمك انك انت عم تشتغل بموقع حساس جدا، وبتصور في اكثر من 10,000 سائق حكومي بيتمنوا يكونوا بموقعك. اكيد سيدنا اكيد، بس المشكلة انك ما عم تستوعب اهمية الموقع اللي انت فيه. عفوا سيدنا ما فهمت عليكم، شو بتقصدوا؟ يعني باعتبارك سائق خاص لمسؤول كبير بالدولة، فلازم يكون مظهرك العام مناسب لعملك، ويفترض يكون مظهرك لائق وتيابك مكوية وصباطك عم يلمع ودقنك ناعمة. سيدنا إذا مشان الدقن. خلاص خلاص، اليوم رح أمرق لك إياها، بس تاني مرة إذا بتجيني الصبح بهيك منظر لا تلوم إلا نفسك، مفهوم؟ حاضر سيدنا. حط لي شريط لنجوى كرم بالمسجلة لشوف. أنا واحد منه سيدنا. آخر شريط، الألبوم الأخير، عاش أو ندمانة. عدم المؤاخذة سيدنا، الشريط أخذه المحروس ابنك لما طلع معي بالسيارة مبارح. ولك يفضح حريمك، شو مسيب؟ ليش عطيته يا؟ ما بتعرفني بحبه لهالشريط أنا؟ سيدي هو اللي طلبه. شفت شلون إنك مهمل؟ المفروض ما تتصرف من عندك أبداً. كم مرة بدي نبهك ها؟ لعما شو مخك سميك؟ يا سيدي أنا لما شفته. بعدين فرض إنه ابني استحل الشريط وأخده، ليش حضرتك ما رحت جبت بداله ها؟ على كل حال راح امرق لك المرة، بس حط باعتبارك انه انا لما بيجي على بالي اسمع نجوى كرم بدي لاقي الشريط جاهز، فهمت ولا عيد وافتي؟ عفوا سيدي عفوا، هلا بيجيب شريط غيره. طيب طيب، حط لي شريط نور الشمس لباسكال مشعلاني، عجل قبل ما نوصل على الوزارة. يلا. حاضر سيدنا. الله وكيلك يا ام مروان، هلكني، دبحني دبح، كل يوم بيسمعني نفس المحاضرة، نفس العي، نفس الملاحظات. لا وأنا عم ببذل جهدي لحتى دلله وقوم بواجبه، وهو لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. يعني إذا ما وجه لي كل يوم 20 تنبيه و20 توبيخ ما بيهنا له بال، وروح قلبه يبهدلني ويزلني كمان. يعني ما حلك تتعود عليه، هي بالحساب صار لك شوفير عنده 6 سنين. قلتك لازم ينحي جسمي ويبلد إحساسي، لأني أنا مو من البشر وما عندي مشاعر. بابا بجوز يكون معك حق، بس صدقني كل الناس بتحسدك لأنك السائق الخاص لمعين بيك. اي مرحبا سائق خاص، تشرفنا والله. ليش شو عم بيجيني من هالشغلة غير دبلان القلب ووجع الراس؟ بس أخ أخ، شو بدي أقول الواحد؟ نص الله هديك الأيام لما كنت فيها شوفير عادي بالمرقاب، يعني على القليلة كنت مالي مضطر أحلق دقني كل يوم وانزل فيها نجر وكأني عسكري، ولا كنت مضطر أسمع كل يوم 20 كلمة بجنابي واسكت، ولالي مضطر انصلب بالسيارة طول النهار تحت الشموس حتى يخلص سيادته اجتماعات ومؤتمرات. ما اختلفنا، والله يعطيك ألف عافية. بس كمان يا أبو مروان لا تنكر إنه شغلتك فيها عز، يعني مفكرها قليلة لما بتطلع ورا دركسيون هالمرسيدس. بتفرق لك أبو مروان كتير، بتفرق لا تقلي. لا وغير هيك بابا، الناس صارت تحسب لنا 100 حساب، يعني ما عاد حدا يسترجي يستوطي حيطنا ولا حدا يعمل معنا فصل ناقص. لك حتى دكانجية الحارة معاملتهم تغيرت معنا من يوم ما صرت الشوفير الخاص لمعين بيك. بس كل الحكي اللي عم تحكوه لا بيقدم ولا بيأخر، بالعكس عم بيسبب لي إحراج مع الناس. يعني كتير من الناس بيفكروني إني ممكن مون على الأستاذ بشي طلب، بشي واسطة، بشي خدمة، باعتبار إني وشي بوشه دائما طول النهار، يعني بيحاولوا يقدموا شي طلب عن طريقي. إيه شو فيها؟ إذا بتقدر تخدم هالناس ليش لحتى تقصر؟ بالعكس بتكسب ثواب. ليكو التاني على الحكي، ليش أنا بسترجي أطلب منه طلب؟
ايه عليم الله عليه وش ناشف مثل الريس، والعقد بوشه شبر، ونظرته بتقطع رزق، وبعمره ما داوى اصبعت مجروح. لا وفوق كل هاد بضل عم بيوجه لي ويحمل لي جميله انه انا شوفيره، كاني عم بيدفع لي الراتب من جيبته. وكل يوم التالي بيقول لي ولك يا ابو مروان انت بمركز حساس لازم تعمل كيت، ولك ابو مروان انت بمركز مهم لازم تعمل كات، ولك يا ابو مروان انت عليك الاضواء مسلطه والمفروض تنتبه لكل تصرفاتك، ابو مروان الناس بيحكموا على المسؤولين الكبار من خلال عناصرهم، ابو مروان حافظ على سمعتك حتى ما تلحقني شي طرطوشه. اي حاجه بقى فلقني فلق، فزرني فزر من كتر الملاحظات. ويا ريت الراتب بكفي، كل ما قال له سيدنا الله يرضى عليك زيدنا الراتب بيقول لي لا تفتح علي هالابواب بنوبه. مع العلم انه سهره واحده مع مطربه مو معروف قرعت ابوها منين، بحط ادراك بسنتين. اخ اخ لو بقدر استقيل اخ واخلص من هالعي كله. يو وشو بدك تشتغل اذا طلعت تقاعد؟ ولك بشتغل اي شيء، شوفير مكرو، شوفير تاكسي، على طنبر مازوت، على حمار، على بطيخ مبسمر، اي شيء بشتغل. المهم اقضي هالكم يوم البقيانين من عمري بهلاوي. اخ لو بقدر اقدم استقالتي من خدمته، بس ما بقدر، متعربت فيه بايديه ورجليه. اخ امي يرضى عليكي، امي هالطشط امي. بس طول بالك تقبرني، صدقني ما بعد الضيق الا الفرج. الله يصطفل فيك يا معين بيك، لا شك انك نيئه عن الخليقه، لا شك. ليش مشغل المكيف؟ شوب سيدنا. بس أنا مو مشوب، في. حاضر سيدي. تاني مرة لا تتصرف وتجتهد من عندك. أنا لما بدي المكيف يشتغل بقول لك شغله. شغل المسجلة لشوف. حاضر سيدي. ولك شو هالذوق يا ابو مروان؟ شو هاد؟ ما عندك ذوق انت منوب؟ خير سيدنا. يعني ما لقيت تحط غير هالشريط؟ سيدنا انتو طلبتوا تسمعوا امبارح. طلبت اسمعوا امبارح، ما طلبت اسمعوا اليوم؟ بلك شايفني معصب ولازمني شوية هدوء؟ سلامتك سيدنا، شو بتقبلوا نعمل هلا؟ حط لي شي شريط هادي لحتى ريح اعصابي. حاضر، تسمعوا شي لفيروز سيدنا؟ قولك حدا يسمع فيروز بهالشوك؟ حط لي بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب مرقت سيارة سودا. سيارة سكودا؟ لمين هاي سيدي؟ ولك عجل بقى، ضربك الطراش؟ رح نصل للمزرعة ونحن عم ناخذ ونعطي. أمرك سيدنا، وين بدي لاقيها هاي؟ سيدي، عدم المؤاخذة يعني، يا ريت تحطوا شعرتكم جيبتكم وقت بدكم إياها. حط لي الغنية بلا علاقة، خلصني. طاش راسي من صوتك ها. ليش هيك ماشي على مهلك؟ استعجلك شوي. سيدنا الله يخلينا اياك، انتم منبهين علي ما اطلع فوق الـ80 على طريق المزرعه. صحيح، بس لما تشوفني معصب ولازمني راحه نفسيه لازم لحالك تستعجل. يا اخي شو قصتك انت؟ كون ديناميكي، اتصرف من عندك، يعني مو ضروري كل شغله لقمك اياها بالمعلقه تلقيم. حاضر سيدنا، على قديش بتحبوا امشي؟ 120 130 مو مشكله، المهم تزتني بالمزرعه وخلصني بقى. املي هالشريط من المسجل انسرع راسي.
احترامي مطيع بك. والله يا مولانا بصراحة الوضع خطير جدا. نعم يا سيدي. هو نحن عم نعمل جهدنا واستنفرنا كل أطباء وجراحين المستشفى. نعم؟ لا والله يا مولانا، في معه هلأ فريق طبي كامل بغرفة العمليات مع الجراحين. إيه طبعا 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 سيدي طبعا، من وافيكم بالتفصيلات أول بأول. نعم يا سيدي، الله معكم، مع السلامة. قالوا نعم. احترامي سيدنا، أهلا وسهلا ومرحبا. والله يا سيدي الوضع ما بسر أبدا، بالعكس يا سيدي. لا لا لا، إمكانية نقله هلأ لبرا مو واردة منوب، لأنه الوضع خطير جدا وما بيتحمل. طبعا طبعا مولانا، خيرة الأطباء هلأ معه بغرفة العمليات، وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي، أمرك أمرك، مع السلامة. قالوا نعم. مين معي بالله؟ تحياتي نورس بيك. أهلين مولانا. لا والله يا سيدي لسه ما طلع من غرفة عمليات. لا لا طبعا ما بدنا توصاي. سلامة معين بيك بتهم كل البلد. شو الأخبار؟ إن شاء الله خير. شو؟ الله معكم يا سيدي، مع السلامة. طيب ماشي. طمني شو الأخبار؟ أخبار سيئة. شو الحكي؟ عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل. كيف وضعه هلا؟ عم نعمل اقصى جهدنا، انت بتعرف صحة سيادته بتهمنا كلياتنا. عفوا انا ما عم بحكي عن سيادته. لك عن مين عم تحكي؟ عن سائق سيادته. انت ابنه؟ ايه انا ابنه. الله يصلحه على هالعملة. ولك شو انت جن ابوك ولا هستر؟ المفروض يكون اوعى من هيك وبيسوق بهالتهور والطيش، يعني اذا ما كان سائل عن روحه، كان لازم يعرف انه معه سياسي مهم بهالبلد. قل لي لشوف. هلا مين بده يروح على المفاوضات؟ ها؟ المهم هلا دكتور، ابي كيف وضعه؟ العوض بسلامتك. مات؟ مات؟ لا لا اطمنوا، لسه سيادته بخير، كنا عم نحكي على الشوفور. قطعت لنا قلبنا يا دكتور. طمنا دكتور، شو الاخبار؟ يا خساره. خساره البلد بمعين بيك ما بتتعوض. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمحوا لي يا جماعة، باسمي واسم كل العاملين بالمشفى، اني اقدم لكم التعازي الحارة بوفاة فقيدنا معين بيك. والله يقدرنا كلياتنا على تحمل هذه المصيبة، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. سمعونا الفاتحة على روح الطاهرة إذا بتريدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن آمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم تغمده برحمة من عندك لا تنتهي. آمين. واجعله بين حور العين والولدان المخلدين يتبختر ويزدي. آمين. وأطعمه يا رب من ثمرات جناتك ما يحب ويشتهي. آمين. ولا تدعه يا رب بالفاتنات من ملائكتك يلتهي. آمين. يا رب إن كان لا يخجل في الدنيا فاجعله في الآخرة يستحي. آمين. يا رب إن كان مرتشيا في دنياه فاغفر رشوته وجنبه العقاب، وإن كان فظا غليظ القلب فارحم غلظته يوم الحساب. آمين. يا رب إن كان من أموال الدولة يكنز ويقتني فإنه اليوم عائد إليك ربي كما خلقتني، وأستغفر الله لي ولكم. لا لا، بكرة بنستلم الجثة من هون وبنطلع الضيعة دغري. أنتوا جازوا حالكم هنيك، بس انتبهوا هالصندوق ما رح نفتحه. إيه الجثة مشوهة. سلامتك الباقي. لا لا مو لازم نشي. الله معك.
سيادة المدير. اجوا استلموا جسد الشوفير؟ ايه اجوا من شوي. ماشي الحال. العمى شو خير؟ شوفي انت من انو براد عطيتهم الجثه تبع الشوفير؟ من البراد 17. وجثه معين بيك؟ من البراد 16. الله لا يعطيك عافيه على هالعمله فوق تعبك. ليش خير؟ شو في دكتور؟ ولك انت خربطت بين الجثتين. شو يعني؟ ما فهمت. يعني هالامم والعالم يلي طلعت بالجنازه برا ماشيه ورا جثه الشوفير. ومعين بيك؟ معين بيك بيكونوا هلا عم يدفنون بضيعه الشوفير. دخيلك سيادة المدير، دخيلك مشان الله استر علي، الله وكيلك إذا حذري بهالشغلة، الله وكيلك لا ينظر أبتي قص، مشان الله إيدي بزن نارك. خلاص خلاص، ولا يهمك. يبدو إنه الله كاتب له لهالشوفير ينعز بموته، وكاتب لمعين بيك يموت هيك موتي. دخيلك يا ربي. دخيلك. دخيلك ما أعظم حكمتك. صبايا، أنا ما بقدر أسمع كلمة واحدة من محاضراته. كثير غليظ. ايه والله الحق معي، صوته بيضرب على عصبي. مو مسألة بيضرب على عصبي، صوته مشروخ وكأنه بالع حد. ما في إلا سوسن بيناتنا هي اللي بتحضر محاضراته. قال شو؟ مشان تاخد علامة على الدوام. والله ما نو عرفان الله وين حاطه، لا عرفان لا من إجا ولا من راح. ولك يا جماعة، لتكون المخلوقة طابسة بهالدكتور. الله لا يعملنا قلب. ليكي ليكي وينه؟ جاي ومأنزعة عشو ما بعرف. مرحبا صبايا. أهلا أهلا, أهلاً. شلون كانت المحاضرة؟ كتير مهمة، على فكرة كان لازم تحضروها. يا ستي بتبقي بتحكي لنا ياها انتي بعدين. هيه؟ طيب باي. لا استني استني شوي، بدي قلكن خبر كتير مهم. دلال انخطبت أخيرا. دلال ما غيرها؟ دلال عبد العظيم؟ لك ايه دلال شبكون؟ ايه مبروك. وقال خطيبة مهندس وبيشتغل بالخليج. أصبح لازم نروح مبارك له. مو حلوة ندرى وما نروح مبارك له. إيه طبعاً طبعاً، بس ما بيصير نروح من غير هدية. عيب ولا شو قولك سوسن؟ تروحي معنا؟ إيه طبعاً بروح، ولازم ناخد الهدية كمان معنا. شو رأيكم نتشارك بحق الهدية؟ أنا بصراحة ما عندي مانع، ولازم نروح هلأ وفوراً. وليش العجلة بقى؟ يعني بلكي من العدى منا. يا ريت حاجة صهصلة وخلونا نقوم نروح ندور على هدية. يلا قوموا بقى عليها ان شاء الله. يلا قوموا. شو عندها جد؟ يسلموا هديات على الهديه، كثير حلوه. مع انه انا بصراحه ما بيلبق لي غير لون الاحمر او الفوشي. دلال حبيبتي ما في مشكله، اذا بتحبي نبدل لك اياها. لا معلش ما تعذبوا حالكم، خطيبي سمير جاب لي معه من الامارات كنستين فوشي وثلاث طقومة صيفية وسكربينة طليانية صابو رفيع وسكربينة شتوية سد من قدام، بس طلعوا كبار على رجلي. مع انه قلت له اكدت عليه انه نمرة رجلي 37، بس بالظاهر نسي. قلت له حبيبي سمير خدن ورجعن معك. قال لي مستحيل، حبيبتي هدية اجت على اسمك مستحيل رجعها. لك يقبرني شو بيحبني. وان شاء الله خطيبك عنده بيت لحاله؟ طبعا عنده بيت واشترى سيارة كمان، وهلأ بده يشتري مكتب. تتهني يا دلال، ألف مبروك إن شاء الله وعقبال الحفلة الكبيرة. ميرسي، وعقبالكم كلكم إن شاء الله. الحقيقة أنا يمكن أنخطب لدكتور مقيم بألمانيا وأهله رايحين جايين لعنا، بس لسه ما صار نصيب. مو مسألة نصيب يا شزا، الشغلة بدها تفكير. يعني الوحدة ما بتحسن توافق هيك على العمياني. عندكم مثلا أنا ابن عمتي منهل، بيحبني كتير وبيموت علي، وعنده مخزن شرقيات بسوق الحميدية. ومن شي أسبوعين لما مرقت لعنده بالصدفة طبعا لمحلي بالكلام وقال لي لازم نقعد ونتفاهم بقى. طبعا لازم تقعدوا تتفاهموا، لأنه هي حياة مو مسخرة. إيه أنا تقدم لي عريس موظف في البنك ورئيس قسم، معاشه شي 20,000 ليرة، كمان عنده سيارة. ومو بس هيك، كل يوم بتصل لي بهالتليفونات بسمعني من هالغزل. وإنتي سوسان؟ أنا شو؟ يعني ما في بالجو ريحة خطبة بنوب؟ لا والله ما في. يعني ما في واحد عم تفكر فيه وعم يفكر فيكي؟ لا ابدا. يا لطيف شو انك حوبة وبفرجفة. يعني بدكن يعني ارمي حالي شلون ما كان؟
الا هلا ما لقيت البني ادم اللي ملي عيني. استني لك عم استني، لانه عين البني ادم ما بمليها الا التراب. عليكي شو غليظه. اجت المجتهده اللي مأنزعة عليها. صباح الخير يا صبايا. صباح الخيرات. شو اخبارك يا مجتهده؟ الحمد لله كثير منيحه. شو بالظاهر كنتي بالمحاضره؟ ايه. وشو موضوع المحاضره اليوم؟ عن تلوث البيئه. ايه والله الموضوع ناشف، كيف قدرتي تكمليها؟ بالعكس كثير كانت ظريفة، وأنا كثير استمتعت فيها. قبل ما أنسى، في لكم معي أمانة. أمانة؟ شو هي؟ سرر اللبس؟ شو؟ بمناسبة شو دخلك؟ لتكوني خطبتي مانا درياني؟ ولك لا، أخي إجا صبي بعد 3 بنات. إذا هيك طمنتينا. على فكرة أنا عازمتكن على عيد ميلادي الخميس الجاي، أوعكن ما تجوا. ولو؟ معقول ما نجي؟ شو بتحبي نجيب لك هدية؟ ما بدي إلا سلامتكن. يلا باي. سبحان الذي خلق شو جدية وناشفة. تعالوا تعالوا ناكل. أتلحنا مع مين فتي؟ اهلا وسهلا بالصبايا، وشكن لضو القمر؟ لا ضو الليل. تفضلوا. انا بدي شيء. تفضلي، هي هديتك. الله يسامحكم يا صبايا، انا ما اخذكم، ما بدي الا سلامتكم، جيدكم وحياتكم بتكفي. ولو معقولة يعني؟ تعالي تعالي شوفي، حلو القميص؟ حلو ما؟ يسلموا ايديكم، بجنن بياخذ العقد. تفضلوا. شكرا. شو بتحبوا تشربوا، عصير ولا قهوة؟ لا شو قهوة انت الثانية؟ طبعا عصير. ايه على عيني. اكيد ما عجب القميص. ايه رح تطلع فيه مثل ستي. دخلكم صار لنا شي 28؟ مبلا في شي من هاد، لانه دائما بنقول لها ورجينا هويتك ما بترضى. حبيباتي انا عمري 26 سنة، وإذا بدكم هويتي موجودة. شوفوا هالصالون شو مشرشح. ايه مو بس مشرشح، وضيق كمان، بعالي شو شايفة حالة علينا. قلتك إذا ما عندها شي بيض الوش، هلا شو عملت لعيد ميلاد؟ ولك يا ريتها مزينة أو عاملة شي. فعلاً كأنه جايين على عزا. بقى شو هالعيد ميلاد هاد؟ المسكينة بدها تفرح بحالها. وعلى شو دخيلك؟ أهلا وسهلا. كتير فرحت بجيتكم. لك تسلمي لي يا رب. شكراً. أهلين. تفضل. شكراً. كأنه هذا العصير مطعم شوي. فريش هذا ولا علب؟ وحياتك فريش. لا كأنه البردقان معسقل شوي، ما هيك؟ بس بنشرب. ها مو انه ما بنشرب. عن اذنكم. حرام يا صبايا، خلينا نخفف عليها شوي. لا بتزعل خطيه. قلتي احسن ما تحسوا بتزعل. لك عم نتسلى بريطانيا، شو رح تكملوا جريمه يعني؟ اهلا وسهلا. يا سلام، شو هالقالب يا سوسن، فعلا حلو. منين اشتريتي؟ يا ستي ما اشتريته، سويته وزينته بايدي. لا فعلا باين مو شغل سوق، يعني باين شغل ايد. دربي على الطعمه يا ست رؤى. شو بنا؟ مرحبا، هون بيت الانسة سوسن؟ ايه مزبوط. تفضلي بمناسبة عيد ميلاد. من مين هدول؟ يا ولد يا ولد، وين رحت؟ يا سلام، شو هالبقى الحلو يا سوسن؟ ومين بعت لك اياها يا درساني؟ ما بعرف. معقولة؟ اقري البطاقة اللي عليها. شو مكتوب عليها؟ هاتي هاتي لشوف. هاتي. أهدي هذه الورود إلى وردتي التي يفوح عبيرها ولا تذبل أبدا، إلى حبيبتي سوسن. التوقيع سيد العشاء. تعليكي مخباية بثيابك يا عفريتة. أنا؟ لكن أنا؟ بأمينه هذا سيد العشاء، هاتي لشوف حبيبتي، احكي لنا. يا جماعة شبكم؟ عن جد أنا ما بعرفه، أنا مثلكم متفاجئة.
اطلعي من هالبواب وحاجتك حركات. سوسن هالحركات ما بتمرق علينا. وقال شو بتضل تقول الست سوسن؟ صرعتنا وهي تقول ما لقيت الشاب اللي بيملى عيني. ونحنا اللي كنا مفكرينك قطة مغمضة. قام طلعنا نحن القطاط وعميان كمان. لك يا جماعة شو بكون؟ صدقوني ما في شي بالجو. بقى انتو عن شو عم تحكوا؟ قال عن شو؟ قال عن سيد العشاء. انا ماما بتسألني عم تحضري محاضرات ولا عم تديري عونطة؟ بقول لها معقولة اطرق مشوار على الجامعة مش عم ديري عونطة؟ همشي. اجت سوسن. مرحبا يا بنات. اهلين سوسو. كيفك؟ الحمد لله كتير منيحة. شو صبايا قاعدين هون ولا ماشيين؟ قاعدين شوي. ليش مستعجلة؟ عادي معنا شوي. ما بقدر لأنه مثل العادة مستعجلة. دخليك شو أخباره سيد العشاء؟ ما بعرف. يعني ما عاد اتصل فيكي أو بعت لك ورد أحمر؟ لا. ليكون عم يتصل فيك وعم تخبى علينا. احكي سوسن نحن رفقاتك ما في حدا غريب. يا جماعة أنا الشاب ما بعرفه وبعمري ما سمعت عنه ولا عم يتصل فيني. ارتاحوا بقى. مرحبا. أهلا. كيف فيكن سوسن؟ أنا خير. شوفي في واحد بالكافتيريا سأل عنك وطلب مني وصلك هالرسالة وقال ضرورية كتير. رسالة إلي أنا؟ إيه إلك. تفضل. وينه هلا؟ ما بعرف قال مستعجل وراح. طيب شكرا. مين بعت لك الرسالة سوسن؟ ما بعرف. مين سعيد هالحظ اللي لاحقك على الدعسة؟ ما بعرف. طيب شو مكتوب فيها؟ ما في شي مهم. رسالة كتير عادية. لك شلون ما في شي مهم؟ لتكون من سيد العشاء. ورجينا ياها ورجينا ياها. اعطيها ياها. شوفيها. يا سلام وريحتها بارفان كمان. قريلنا ياها شذا. هذا اذا ما عندك مانع سوسن. أنا الأوان كي ألتقي بك وأصارحك بحبي. لن أستطيع كتم مشاعري بعد الآن. أقترح أن يكون لقاؤنا الأول في كافيتيريا دريمز يوم السبت القادم الساعة 5. ستعرفينني من الوردة الحمراء. إلى اللقاء يا أجمل البنات. التوقيع سيد العشاء. الله الله الله. إيش هالكلام اللي بيطير العقل؟ هاد أكيد إله مرق بالشعر. أو رومانسي زيادة عن اللزوم. بتسترجي تقولي إنه ما عم يتصل فيكي؟ لا أطالب موعد للقاء كمان. شو سوسن بدك تروحي ولا لا؟ ما بعرف. أنا من رأيي ما تضوع الفرصة من إيدك. روحي سوسن روحي ما بدها صفنة. والبصيلة وقميص اللي هديناكي إياه بعيد ميلادك. أكيد رح تاخدي له عقلاته. شو سوسن شو قررتي؟ منيحة هاي الطاولة هون مو هي؟ منيحة بنشوف الكل محرك. شوفي قد ايه صار في الساعة؟ 5:50. لسا ما اجوا؟ لا حقيقة لأنه الوضع من 5 بالليل. يا ريت جايبين معنا شي كاميرا. شلون ما خطرت ببالنا؟ خطيبي هاديني كاميرا فيديو. يا ريت جايبتها معي. الله يسامحك على هالنسوة. كنا هلا طلعنا بأحسن فيلم وكنا سمينا هي بيت عاشق أو رد قلبي. لا 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 وين أنت يا حبيبي؟ معلش يروح هلا بعدين بنطلب نحن. أريح ما بدنا اياه يروح يجي لعنا. هذا كثير مو وقته أبدا هلا. أبدا. ليك أجي ليك وين ليك وين شو لابسه؟ لابسه القميص اللي هديناها يا بنتي. شو بدك تسوي انت؟ شكرا ما بدي شيء هلا. شوي تعالي. شايفي؟ ما طلبت شيء. طبعا حبيبتي ما بتقدر تطلب ما بتقدر تشرب الا مع حبيب القلب. معناها شربت اليوم. والبطاقة بعيد ميلادها على البيت مع الصبي وانتو بتعرفوا هذا الشيء. لا انا رح جن.
شلون منسجمين على الاخر. بس تغيري يا موسى بازاتي تطلي شي هادي. على عيني. ودخيل عينك لا تنسى اللي قلت لك عليه. على راسي. يا حبيبي وحط لها موسيقى كمان. معناتها الآن السنارة منيح. تفضلوا. شو هذا؟ بوزة. إيه بس نحن ما طلبنا بوزة. الحقيقة أنا أنسي اللي قاعدة هنيك هي طلبتكم إياها. أنا مشان تبردوا قلبكم. بعرفكم ابن خالي الدكتور عماد طبيب اسنان وخاطب كمان مثله طبيبه وعرسان الاسبوع الجاي. على فكره رؤى خطك مو كتير حلو وعرفته راسا لانك كتير بتغلطي بالاملاء. شو بكم؟ ليه ما عم تاكلوا بوزه ساخن؟ هي على حسابي انا ان شاء الله الف صحه. باي. كاسة شاي يا ولد. شبه هذا اخونا قاعد لحاله وساكت مثل التلميذ النجيب. الظاهر تجارته بايره بهاليومين وما عم يلاقي لها تصريفه. يمكن طابص له شي طبسي لقرايط ادانه ورادينه خايب لانه دبساته مراق. والعلم عند الله يمكن اكيد عم يحسبها وعم تطلع معه بالنهايه صفر. اي شبهنا يا اخونا نص ال 1500. عفوا عم تحاكيني الي؟ إلا كان عم احاكي خيالك، شبهنا عم اقول لك نص ال 1500. وشو المناسبة؟ هيك رزالة، عندك مانع؟ يا ولد اعطيني الحساب. لا تعطي شيء، خلي الحساب علي. شو؟ لك ليش عم تمد ايدك على جيبتك؟ قلت لك خلي الحساب علي. طيب، مثل ما بيقول المعلم. السلام عليكم. لوين يا مسهل؟ طالع برات القهوة. ايه عود، عود عود بلا دواوين. عم يقول لك المعلم عود يعني عود. كلمة المعلم ما بتصير تنتين منوب. ايه. حاضر. وهي قاعدة. قلي لشوف شو وجعك؟ يعني قعدتك بالقهوة هون وراها مصيبة مرسومة رسم على وشك. قلي بقى شو وجعك؟ احكي يا استاذ. احكي وفضفض لانه الحكي صابوه القلوب بيغسلها غسل وبيرجع البني ادم خفيف نظيف وكانه تخلص من جبل راكب فوق صدره ركب. واشفشني باذني تجارتك بايره شي؟ لا. عشقان ومو طيب؟ لا. الرزقه ضيقه وما عم تكفي؟ لا. ايه العمى بقلبك شو عاطفي لك؟ يا سيدي طلقت مرتي. ايه وين المشكله؟ عم اقول لك طلقت مرتي. وبعدين شو صار؟ بس ما صار شيء. هلا مشان هيك قاعد القعدة وحامل هموم الدنيا على كتافك. شو بدي اقول انا لكان؟ انا مثل ما بيعرف الجميع طلقت نسواني التنتين بليلة واحدة وبدون ما ينهزل لي شعره. بعتت كل وحدة منهم لبيت اهلها وانا عم بدلق ورا كل وحدة منهم جرة مي طليانة. اذا انت طلقت نسوانك التنتين يا ابو الفوارز، ايه انا ومالكم يمين علي طلقت نسواني ثلاثة بنفس الدقيقة. ورجعت كملت عشاي ونمت نوم العوافي وبدون هز فزيت ثاني يوم الصبح من على بكره بكير على شغلي خالي البال ومرتاح الخاطر. اخي ليش لحتى تروح لبعيد؟ داعيك طلقت نسواني الاربعه بنفس اليوم وبدلتهم بطقم جديد خلنج على الحارك. حاكم محسوبكم ما بيحب الوحده بتاتا، هيك الله خلقني معشراني وبحب النسوان. اربع نسوان؟ ايه اربعه، لانه الشرع مو سامح لنا باكثر من هيك، بقى مشان هيك ما بيطلع لنا اكثر من اربعه، مو هيك يا جماعه؟ ايه سيري ومفتحين، شو رايكم باللي قدر يطلق خمس نسوان طقه وحده؟ خمس نسوان؟ ايه نعم. بنفس الوقت؟ بنفس الوقت. إيه لا هي قصة ما بتصدق معلم. وإذا كنت أنا اللي عملت هالشي بتصدق ولا ما بتصدق؟ هو كلامك ثقة معلم،
بس الشرع مو سامحنا نتجوز اكثر من اربعه، بقى كيف قدرت تطلق الخمسه دفعه واحده؟ طب قاعود الله بالعين ما انشاف بس بالعقل انعرف، بقى شلون زبطت معك هي القصه؟ يعني بصراحه قاعود كلامك بمخول العقل مخولي. والاستاذ ما بده يحكي؟ شو بدي احكي؟ يعني ما بدك تعلق لك شي تعليق على الموضوع؟ والله يا معلم ما بعرف شو بدي اقول، بس مثل ما قالوا الابضايات يعني القصة غريبة فعلا وما بتتصدق. بقى يا ريت تنورنا وتوضح لنا إذا ما عندك مانع كيف زبطت معك القصة. ها ها قلت لي كيف وهون حطنا الجمال. هذا يا جماعة الخير، بيوم من ذات الأيام كنت قاعد بالدكان ولا على بالي، ومدري شلون حسيت بحالي تعبان. قلت يا رجال انتع حالك ورجع على هالبيت وكفاها المولى برزقت هالنهار. طبقت العبي فوق بعض البعض وحطيت القصب على جنب والمخمل على الرفوف ورخيت هالغلا وقلت يا ميسر. فلك ايه؟ قومي الله يرضى عليك اغسلي ماكينة هالكبة ونشفيها قبل ما يجي أبو قاعود ويشوفها. قوام حبيبتي قوام تحركي. يتقبريني لا تحكي لي هم، يطعمك الحج والناس راجعة. قبل شوي جليتها وخبيتها بقرنتها. إنه أنا بدي أفهم ليش أبو قاعود حاطط دابه وداب جرن الكبة؟ يعني شو بيصير إذا فرمنا الكبة بالماكينة؟ بتخرب الدنيا؟ أنا بعرف قال طعمتها بتفرق. يو دخيلك لا بتفرق ولا شيء. إذا اندقت بجرن الكبة ولا انفرمت بالماكينة نفس الطعمة. هلا ليش عم تقولي هالحكي بيناتنا يا ضرتي؟ قولي هالكلام بوش أبو قاعود. أنت أكبرنا وأقدمنا وكلامك بينزل على قلبه مثل العسل. صحيح بس من تمك أحلى يا كحلة. هلا شو بدنا باللعي والكلام يلي ما بينفد يا حسرة قايله. وأبو قاعود ما بياكل الكبة إلا إذا كانت مدقوقة بجرن الكبة. يعني هالشغلة صرنا حافظينها عن ظهر قلب. بقى ما عاد في لازمة نرجع نعيد ونفتق بالسيرة. ليش مو كل مرة عم نطحن الكبة بالماكينة وعم نقول له دقيناها بجرن الكبة؟ إيه والله صحيح. إيه معناتها ما عم بيفرق طعمة، عم ياكل بالأربع والكف. ضرتي فلكي؟ بخير تقبريني؟ قومي بقلك. بدنا نحط لنا شوية برغل ولحمة بسفل الجرن حتى يتأكد أبو قاعود إنه نحن عم ندق الكبة دق. مو عم نساويها بالماكينة. وحاجة بقى قيموا لي هالسيرة وحاجة لثلاثة يوم. بس بتعرفوا شو عم يخطر لي يا ضرايري؟ شو؟ عم يخطر لي انه بعيد الشر اذا صدفت شي مرة ودري ابو قاعود انه نحن عم نطحن الكبة بالماكينة بدل ما ندقها بالجرن. قولتكم شو رح يعمل فينا وقتها؟ شو بده يعمل يعني؟ يا ستي اذا فلقت حالها بده يبطل ياكل مأكلة الكبة او بده يحرد له شي جمعة زمان مثل عوايده. قولي على قامتي ان شاء الله. لك منين اجى ببالك هالبار رشيقة؟ الله لا يقدر. كش برا وبعيد. ايه يلا يلا قومي بلا لتلتة قومي يلا بلا تلسي روحي لشغلك. شوفي الفرتوكة شوفي. بعدين هو منين رح يدرى انه نحن عم نطحن بماكينة الكبة؟ اصلا هو مو عارفان انه جارتنا كوكا بنقطتنا بماكينة كبة وقت نفاس رشيقة بابنة تيسير. ولك فلكي يلي بخاف من العفريت بيطلع له. ايمونا من هالسيرة بايو شو هاد؟ حاجة تفاولوا. والله صرت خاف من أكلة الكبة. صرت احكي الهمة وين بدي خبي الماكينة وبدني بيفور وبيهمد بيفور وبيهمد وبيطلع لي لطع لطع. ايه لا تفوري ولا تهمدي ولا على بالك. نحن احسن شي نضل من تم ساكت على اساس الكبة دقينا بالجرن وصلى الله وبارك. لا من شاف ولا من دري. فلكي ناوليني الحشوة من عندك زكاة ايديكي. ما في عندكم غير فلكي فلكي. مو هذا جارنا أبو قاعود؟ شو بيعرفني؟ أهلاً أبو قاعود. سلام عليكم. والله إنك ابن حلال وابن الحلال عم تذكره ببان. ليش كنتوا عم تذكروني؟ يا سيدي نحن جايين لعندك خصوصي. إيه ميت أهلا وسهلا. أنتوا بتشرفوني وبتأنسوني. وهذا بيتك الصغير جار. لك يسلم البيت وأصحابه. ليش واقفين هون؟ تفضلوا تفضلوا. لا معلش نحن جايين نستعير من عندك غرض ونمشي. ايه من عيني هي قبل هي. تسلم. هذا البيت بيتك جاري. ايه كوكب فوتي لكان انتي جيبي الماكينة وتعي انا باخدها منك من على الباب. ماكينة خياطة؟ لا جارنا ماكينة الكبة. ماكينة الكبة؟ انو ماكينة هاي؟ ماكينتكم.
اي بس يا عيب شو منكم، نحن ما عندنا ماكينه كبه. يو كيف ما عندكم ابو قاعود؟ ايه انا بايدي نقطت لرشيقه خانم بماكينه كبه وقت نفاسها بابنة تيسير. نقطتي رشيقه مرتي بماكينه كبه؟ ايه وان شاء الله بتتهنوا فيها. كنت كبه؟ شو نجا؟ ليش هيك تغير لونك وانخبط بدنك؟ ما في شي ما في شي. تفضلوا البيت بيتكم. يلا 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 تفضلي اختي تفضلي. بدك تسمح لي دقيقتين جاري؟ مثل ما بتأمر. تفضل تفضل. بيت بيتك. بيت أهلا وسهلا. أهلين كوكب خانم، شرفتي. إيه جارتنا؟ قلتي للخان مات شو طلبك؟ لا لسه. خير كوكب خانم، شو طلبك؟ يعني أنا كنت جاية، يعني إذا ما فيها سئلة، جاية استعير ماكينة الكبة تبعكم. أنو ماكينة كبة؟ يو ماكينة الكبة اللي نقطت فيها رشيقة خانم وقت نفاسها بابنة تيسير. نقطيني أنا؟ تيسير؟ منو هاد تيسير؟ يو اسمعوا على هالسمعة، ابنك تيسير جبنا رشيقة خانم. شو نسيتي إنك ولدتي وعملتي له مباركة نفاس وإجيت أنا باركت لك ولساتني عروس؟ إيه شو بدك بابني تيسير هلا؟ يو أنا ما عم أحكي عن تيسير، أنا بدي استعير منكم ماكينة الكبة عيرة وبرجع لكم ياها رأسا بعد ما خلص منها. غلطانة كوكب غلطانة، نحن لا عندنا ماكينة ولا غيره، ما شفتينا كيف كنا عم كبكب الكبة اللي دقيناها بالجرن وليكن جرن قدامك. أما قصتكن عجيبة، إذا كان عندكم ماكينة كبة فليش حتى تدقوها بالجرن دق؟ لسه بتقلي ماكينة كبة؟ غلطانة يا أختي، نحن ما عندنا ماكينة كبة، نحن ما عندنا غير هالجرن هاد، ولسبد إذا بدك تستعيريه من عينك يا، بس يا ترى تقدري تحملي؟ إيه؟ إذا ما بدكم تعيروني ماكينة الكبة تصطفلوا، أنا ما بقدر أغصبكم، لأنه شغلة مو بالزور، يلا خاطركم. استني جارتنا، فلكي، فوتي طالعي ماكينة الكبة لجارتنا كوكب. بس نحن ما في عنا ماكينة كبة. لك بدكم تكذبوا علي أنا التاني كمان؟ ولا شو لحتى نكذب عليك؟ يعني لو في عنا ماكينة كنت شفتنا حاطين الجرن ونازلين فيه طرق سفق رقع؟ الله يسامحك يا كوكب خانم عن الاستفادة. هلا اتركي لي كوكب خانم لحالة وخلي محكاكي معي أنا. وين الماكينة؟ ما عنا ماكينة. ما عنا ماكينة؟ لا ما عنا. إيه لكن روحي يا هيام وانت طالق بالتلاتة. ولي علاقتي عليك يا هيام؟ عم تطلق مشان شافت ماكينة؟ مو حرام عليك؟ وانت عم تدافع عنها؟ وانت كمان يا بشيرة انت طالق بالتلاتة مثلها. يبعد لي حمد استقبلني عليك يا بشيرة. خاف ربك يا رجال، الله ما بيرضى بالظلم، خاف ربك. خاف ربي؟ وانت كمان يا رشيقة طالق بالتلاتة. ولي علاقتي وقامت حظي المسخم. إذا لنسوانك اللي إلك منهم أولاد ما ارتدعت وطلقتهم، لكن أنا شو بدي يصير فيه اللي مالي لا ولد ولا تلات؟ ليش أنت نافدة؟ روحي صفي معهم. وأنت مثلهم طالق بالتلاتة. بدك تدغري أبو قاعود؟ صحيح إنك رجال قاسي وما عندك قلب، يعني لا تأخذني بهالكلمة. العمى أنا بحياتي ما سمعت هالسمعة، واحد بيطلق نسوانه مشان جرن أو ماكينة كبة، وين صارت هي؟ إيه ما في عدل بهالدنيا؟ إيه وأنت كمان طالقة بالتلاتة إذا بيوافق جوزك. وأنا قبلت ووافقت، لأنه بغشمنتك كنت السبب بطلاق نسوانه الأربعة. قولي على قامتي إن شاء الله. معقول؟ معقول؟
معقول مشان جرن كبه خرب بيت خمس نسوان؟ لا اوعى تغلط يا بضاي، مو منشان جرن الكبه، منشان ماكينه الكبه يلي ضلوا لاخر دقيقه يكذبوا ويقولوا ما عنا ماكينه منشان الكذب. فهمت بقى يا بضاي؟ ايه بيجوز، بس هي كانت كذبه بيضة. ولا تواخذني يا معلم اذا قلت لك انه عقاب هالكذبه اكبر منها بكثير. ايه حكي فاضي، الكذب ما له لون، الكذب كذب شو ما كان يكون. بس يلي حابب افهمه انه ليش حضرتك ما كان بدك مداماتك قصدي العيله يعني انه تطحن الكبه بالماكينه؟ يعني بمعلومك الماكينه اريح واخف واسهل، بقى ليش جرن الكبه؟ ها ها قلت لي ليش. هلا واحد مثلي عنده اربع نسوان، كل وحده منهم بتخلالها بلد، شو بيعمل لحتى يريح باله؟ لازم يخلي نسوانه على طول هلكانين وتعبانين وفنيانين من الشغل والركض، وما فيهم حيل ولا جلد للقال والقيل والاخذ والعطا والصد والرد وشد شعور بعضهم والتفكير يلي بلا طعمه. ايه لكان بقى جرن الكبه هو الدواء، كل يوم بيعملوا لي كبه كل يوم وبينزلوا دق بهالجرن، ومعلومك دق الجرن بهد المفاصل وبيتعب العصب وبيسرع الراس وبده قوه جباره. بيقوموا هن بفشوا خلقهم بالدق والخبط والسفق والرقع، وانا بريح بالي من السق والناق وخناقاتهم بخلقتي كل يوم. والله هي هالفكره جهنميه يا ابو قاعود وما بتخطر ببال حدا. بالاذن يا جماعه. لوين يا هو؟ رايح صالح المره ورجعها، بس قبل كل شيء نازل اشتري لها جرن كبه بخاطركم. مرحبا فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا انت خليل؟ عن جد رعبتني. ليش كنت شايفه شكلي برعاية؟ يعني ما رح تبطل الحركات؟ نقزتني. كيف هو المحروس؟ بيبوس ايدك. لك ايه نيالو يا عمي، لك نيالو نيالو. ليش بقى؟ طول الوقت ماشي جنبك، شو بده احسن من هيك؟ ايه بسيطة، تحب اسحبك بداله؟ لك على الرغم انه مسحي غليظ بس بحبك. كذاب. لا يا فوزية، ليش عم تقولي عني كذاب؟ لانك لو بتحبني عن جد ما كنت غطيت خمس ايام ما ورجيتني خلقتك فيهم. شو نسيان اني خطيبتك؟ ليش هالشغلة بتنتسى؟ لكن ليش ما عم تجي لعنا؟ حدا مزعلك من اهلي شي؟ لا والله يا فوزية، اهلك ما في منهم، وبصراحة اليوم جايين نسهر عندكم انا وبي. دخيلك انت وهالسهرة، يعني ضروري تسحب ابوك معك؟ يعني ما بدك بي يجي لعندكم؟ لا مو هذا قصدي، ولو اهلا وسهلا فيك وفيه، بس اذا ابوك اجى لعنا رح يعلق مع ابي بحديث اله اول وماله اخر، ونحن بقى منضل ساكتين كل السهرة. لا اطمني، بهالسهرة بالذات ما في احد جانبية نهائيا. وشو عرفك؟ لانه بهالسهرة جايين نحكي بموضوع واحد ما في غيره. انو موضوع؟ لك لا يا فوزية، موضوع لأنا وانتي. اليوم بدنا نحكي مع بيك مشان نحدد موعد العرس، فشو رأيك بقى؟ عن جد خليل؟ لك طبعا عن جد، لك هي مواضيع بمزح فيها؟ تعال تعال. شو قلت يا ابو فواز؟ الولاد صلوا مخطوبين اربعة اشهر، بقى لأمتى بده يضلوا مخطوبين؟ لازم نمشيهم بقى. لوين بدنا مشيهم؟ يعني بالعربي الفصيح لازم نفرح فيهم، وبتعرف عنا بالضيعة يعني ما بصير تطول الخطبة، لأنه إذا طولت بصير فيها مشاكل وبصير فيها نقار وقال وقيل. والله صحيح معك حق يا أبو خلال. ومثل ما بتعرف يا أبو فواز يعني أمورنا كلها صارت جاهزة، هاي جهزنا لخليل غرفتين بالعلية واشترينا له البسط والحصر ونجدنا له المخدات واللحف، يعني صرنا مساوي له 30 مخدة، وهم خليل كل ما لقيت حالة فاضية بتساوي له مخدة الأخر. وأمي كمان عملت لهم أربع مخدات ونجدت لهم فرش صوف واشتريت لهم طناجر ومشربيات. عالي كتير، حلو الكلام، ما ضل شي، بقى إمتى بدنا نفرح فيهم يا أبو فواز؟ هو بصريحة يا أبو خلال، أنا حابب جوز الولدين بنفس الوقت. أنا ولدين؟ يعني الله يخلي لك ولادك، حابب جوز ابني فواز بنفس الوقت اسمنا شغلي صارت وصارت يعني. ايه شو عليه، وهيك بصير الفرحة فرحتين. بس يا ابو فواز
على حد علمي لسه ما خطبك فواز، مزبوط ولا انا غلطان؟ يا سيدي وشو هالمشكله العويصه يعنى؟ هلق بنخطب له على سراع ومنجوزه. لا وخاصه انه هلق معي 200 الف ليره من حق الموسم، بقى خلينا نجوزه ونرتاح من همه قبل ما ينصرفوا المصاري ويذوبوا. حاكم المصاري عم يذوب مثل الملح، مثل الملح عم يذوب. بس عطيني فكره ابو فواز، امتى ممكن تخطب لفواز؟ باول اجازه بياخذها من العسكريه بنخطب له اذا الله راد، وبعد ما نخطب له بنحدد موعد العرسين وصلى الله وبارك. بقى شلوني معك يا ابو خلال؟ ماشي وانا ما عندي مانع واتكلنا على الله. على ماي على ماي. شو يا حبيبي بترسل لي قميصين؟ روح لا روح انا لا تضرب. كيفك يا شيف رمزي؟ لطبي كيفك يا فواز؟ لا صلوح اجيت داي اخلاقي، عود سليني شوي. يا تكرم عينك بس حبيبي سياده النقيب طيبك، روح شوف شو بده. ولي شو بده مني سياده النقيب؟ شو بعرفني، روح شوف روح. غريبه، معقول يكون حدا فسد علي قال له اني هربت من النوبه الحرس امبارح؟ ليش هربت من المناوبه امبارح؟ لا انت ما بتعرف يعني. اي والله صحيح. هلق حبيبي اركيد اركيد بسرعه شوف شو بده ورجع بسرعه بلا ما يصح. قلتك احسن شيء، احسن ما يسلخنا شيء عقوبه، حكي من غير دفع من رؤوس. اي والله. هات صالح عيرني السداره تبعك. ليش وين سدارتها؟ لك نسيانها عيرني اياها. طيب خي بس بترجعها. خلص شو راح ناكلها. لك خي فواز حبيبي ما تنسى تفقع تحية مرتبة قدام سيادة النقيبة وهيك تقدم اسمها. خلاص فهمنا فهمنا. الله ما لا تنسى تطنش تحية. خلاني انت الثاني. وا تنسى. نعم احترامي سيدي. احترامي سيدي العريف فواز أنبوها سيدي النقيب. اهلا يا عريف فواز، جايتك برقية من الضيعة يا عريف فواز. خير ان شاء الله خير يا رب، بس ما يكون حدا توفى سيدي. لا لا ان شاء الله خير، تفضل هي البرقية واقراها على راحتك. خير يا علي فواز ان شاء الله ما في شيء. لا سيدي ما في شيء، بس اهلي ناويين يجوزوني. هلا هيك كاتبين لك بالبرقية؟ لا طبعا سيدي مو هيك كاتبين. قايلين لي احضر حالا الى الضيعه عند اول اجازه، لاننا قررنا ان نخطب لك، القائمه جاهزه وما عليك سوى الحضور والاختيار سيدي. انو قائمه؟ لا سيدي نحن عنا هيك بالضيعه. الشاب اللي بينوي يخطب بجهزوا له اهله قائمه بكل بنات اللي على وش جواز سيدي، وهو ايضا بيختار البنت اللي بتناسبه. طيب واذا كان ناوي يتجوز من برات الضيعه؟ ممنوع سيدي، ممنوع منعا باتا. لحد هلأ ما في شاب تجرأ وجاب واحدة غريبة لعنا الضيعة. ولله في خلقه شؤون. على كل حال مبروك سلفا. الله يبارك فيكم ويخلي لنا اياكم سيدي. لكن روح قدم لي طلب إجازة 6 أيام لوقع لك يا فورا. عن جد سيدي؟ ليش في بالعادي نمزح مع بعض يا عريف فواز؟ عفوا سيدي ما هذا قصدي، على كل حال رح أكتب طلب فورا. تعال هون تعال هون. شو وين طاحي؟ شو يعني إذا رح تأخذ إجازة بتنسى التحية؟ سلامي سيدي. أوب 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 أوب. 6 أيام؟ يا ويلي حظي المسخم أنا يا ويلي. لك صري شهرين مقدم له إجازة، لثلاث أيام ما كان يوافق لي. العمى شلون زبطت؟ لك ليكون مدبره للنقيب. لك شو مزبط النقيب أنت التاني؟ بس النقيب موقف كل الإجازات من يوم ديك الحادثة. أين حادثة؟ يا سيدي الشهر الماضي ضيع زيادة النقيب 1000 ورقة بحقل الرمي، نزل دور عليها قلب الحقل كله فوقاني تحتاني ما لقاها، وكان قابض من يومين ثلاثة راتبه يعني، قام عمل اجتماع وجاب كل هالعساكر ونزلن على الحقل وقال لي اللي بيلاقي 1000 ورقة له إجازة يومي. وبلشوا لك هالعساكر واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني يفوتوا لعنده، كل واحد كامش بيده 1000 ورقة قال مشان ياخذوا إجازات. قام عصب النقيب وقال أفي إجازة بقى ولا العسكري. ألا كان شلون عطاء إجازة الفواز؟ لك أكيد مدبره بشي طريقة. لك شو مدبره ما مدبره أنت التاني؟
اصلا النقيب ابي يحب هيك شغلات، بس كل القصه وقفيه انه فواز جايته برقيه من اهله من الضيعه. خير ان شاء الله، صاير لحدا شيء من اهله بالضيعه؟ لا لا طمن كلين مناح، بس كاتبينه بالبرقيه قال تعال بسرعه بسرعه بدي اني يخطبوا له. شو هالحكي هذا؟ هلا مشان البرقيه اخذ ست ايام. اصبح بكره بدي خبر اهلي يبعثوا لي برقيه انا التين، بركي باخذ لي شيء اجازه مثله. كيف كان هالحكي؟ وانت واثق انه النخوه رح تضرب براس النقيب مره تانيه ويعطيك اجازه انت التاني؟ مرحبا يا شباب. اهلين بالفوز. اهلين خي فواز. مبروك على الاجازه خيو. الله يبارك فيكم يا رب، عقبالكم. عقبالنا؟ أمنين يا حسره. نحن لا بدنا ننضرب نخطب ولا بدنا نتشحر نتجوز، شلون بدهم يعطونا اجازات؟ سيدي الله كريم الله كريم. فواز بدي اسالك سؤال بس بتجاوبني عن جد بدون لف ودوران. هلا انت عن جد بدك تخطب ولا هي حركه عاملها هيك وهيك انت واهلك مشان تاخذ الاجازه؟ هو انا بصراحه ما كنت مفكر بهالقصه بنوب، بس يبدو اهلي ملاقيين لهم شي عروس ظريفه وخايفين تطير من ايدهم، هاي هي كل القصه. اي والله الحق بايدي، يطير يا حبيبي يطير، طير قبل ما تطير العروس. شو جبلكم معي شباب؟ يلي بيطلع من خاطرك، انت كريم ونحن بنستاهل. طيب راح جبلكم معي مجمع حلاوي. مجمع حلاوي؟ تضرب تضرب، قسما بالله العظيم الحلاوه طلعت من عيوننا ومناخيرنا يا رجل. طيب طيب تكرم عينك، الكن علي اذا خطبت ومش الحال لجيب الكل معي نقف الدين اكله كبه تاخذ العقل. منيح هيك؟ مو منيح وبس، ممتاز جدا جدا، بس اسمع ابو الفوز بتجيب الكبه كبه يعني على اصولها، برغل ولحمه هيك شيء مرتبه، مو مثل ما جبتها المره الماضيه مو معروفه كبه كشك او كبه بطاطا، يعني يا افتح بابك وافتخر يا سكرون سطير. ولو تكرم عينكم كلياتكم. عوافي ام فواز. الله يعافيكم، اهلا وسهلا بام عزيز وام هلال. شلونك يا ام فواز؟ الحمد لله ونشكره، يلي بيرضى بعيش، هاي الدنيا. كيفك فوزيه؟ الحمد لله نشكر الله. يسلم لي هالوش وحليان. هاي عيونك الحلوه يا خالتي. اتفضلوا ارتاحوا، ليش واقفين؟ معلش ام فواز مستعجلين شوي، بس اذا ما في سئله نترك الاولاد عندك لبين ما نرجع من مشوارنا. بس هيك غالي والطلب رخيص، انتو حطوهن هون وتيسروا على شغلكم. كلك ذوق يا ام فواز. وهي البيبرونة مشان اذا جاعوا الطعميه. لا يا ام عزيز، شو هذا الحكي اللي عم تحكيه؟ لا ما حبيت لك يا هنو. ليش بشو غلطت يا ام فواز؟ انا موجوده وبدكم ردوا لكم الاولاد من البيبرونات، مو عيب؟ انتو تيسروا على شغلكم وانا بس يجوعوا بردعهم من صدري، تكرم عينكم. الله يبارك فيكي ويخليكي، اصلا هذا عشمنا فيكي. ما شاء الله وكان حولك وحواليكي، الله عاطيكي صدر مثل النبع. نحمده ونشكره. الاولاد بامانتك ها؟ ما تهكلوا هم، انتوا تيسروا ما عليكم. يلا خاطري، مع السلامه. هلا ضروري كل مره بهالضيعه بدها تروح مشوار تحط ابنها عنا. اما هي سمعة شو فيها لك بنتي؟ المعامله مع الله شو عليه؟ ما اختلفنا يا امي، بس ضروري تعني صدرك سبيل لاولاد الضيعه. يا فوزية أنا 100 مرة قلت لك هاي نعمة ربانية ما بصير نمنعها عن حدا. يوه أنت التانية، أنا رايحة على البستان أحسن شي. إيه الله معك. السلام لله، شو بنا؟ أهلين عايشة، لا تأخذيني والله ما انتبهت لك. إلك اللي أخذ عقلك نياله. كيفك كنتنا؟ ماشي الحال نشكر الله. فضلي فوتي. لا معلش والله مستعجلة شوي، أمي تاركتها لحالها بالبيت. إيه على راحتك. بدي أسألك سؤال، صحيح ناويين تخطبوا له لفواز؟ مين قال لك؟ ليش في شي بيتخبى بهالضيعة؟ ما جاوبتيني. إيه في هيك نية. ومين صاحبة النصيب يا ترى؟ بنات الحلال كتار. يعني ما حطيتوا عينكم على وحدة معينة؟ لا عم ندور له. ايه كتبتوا القائمة ولا لسه؟ لسه ما كتبناها. على كل حال فواز بيستاهل كل خير. تعرفي فواز لازم يتجوز وحدة واعية وقد حالها لحتى تقدر تدير بالها عليه،
يعني اللي بقصده انه ما بتناسبه اي بنت من بنات هالجيل، لانهم لا تاخذيني بهالكلمه كلهم مصروعه، مو اخذ عقلهم غير الحمره والبودره واكل الهوى وراغب علامه. يعني فكرك ناخذ له وحده كبيره؟ ليش لا، يعني شو المانع؟ شوفي هو مثل ما قلتي بجوز ناخذ له وحده كبيره، بس بدك تقولي يعني بنت 20 25 مو بنت 40، شو قصدك؟ لا ولا شيء، بس لمعلوماتك عيشة نحن عم نفكر ناخذ عروس لفواز مو ام تانية. اي ورصاصخ العراب تخلع، والله وصل لك لسان تحكي يا فوزية، بس بسيطة مو الحق عليكي، الحق على اخي اللي ما قصل لك لسانك، ولك يخرب بيته وبيت بيته، انه شو عجبه فيكي ماني عم بعرف. يا فوزية، فوزية. نعم امي. ناوليني واحد هالولاد اللي يرضعوا. يا امي والله حرام عليكي، وفي حالي باتك لاخي عبي، شو ما جابك ترضعي ولاد الناس. هلا ناوليني واحد من بيناتهم بلا كتر تحكي بيكونوا طقوا من الجوع. حاضر. شفت عيشه وانا جاي؟ وشو بده منك عيشه؟ عم تسمعني كلام من شان فواز. مسكينه حاطه عينها عليه. يي كش برا وبعيد. قال حاطه عينها عليه؟ قال ايه ما فشره؟ يعني انا خلص وبنات الضيعه حتى بدي اروح اخطب لابني وحده عانس؟ لا تخافي علي امي، سلختها جواب من كعب الدست وما قصرت فيها منوب. يا بنتي انا 100 مره قلت لك لا تجادليها، اصلا مالك مصلحه تعاديها، بعدين طلعتي ونزلتي هي بتضلها بنت حماكي، واذا كان بنت حماي يلي بيطلع بايدها تساوي. الحمد لله على السلامة. مرحبا يا بيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يرضى عليك يا ابني. ان شاء الله اجازتك طويلة هالمرة. 6 ايام. شلونك فايز؟ الحمد لله مشتاقين لك. الله يسلمك. اذا 6 ايام معناها منلحق نخطب لك فيهن. يا بيبي ليش مستعجلين كتير؟ شو صار على الدنيا؟ قال يعني انت مش مستعجل وقلبك عم يقول حقبق. بصراحة يا بي انا مالي مستعجل. ايدي بزنارك لا تقول يا فواز، لازم تستعجل حتى انا صف على الدور. لكن شلون بيحكي؟ بسيطة من شانك. ها خلاص. طيب خلينا هلق نروح على البيت، حاكم اني جوعان كثير ومش مصدق امتى اطرق بطن مرتب. وسجل عندك كمان يا فايز، فكرية بنت بوجدعان. فكرية بنت بوجدعان. بنت بوجدعان. ايه وانا كمان تذكرت هندية بنت صحية الاعمش. ايه هندية. هندية الاعمش. الاعمش قديش صارت القائمة؟ 17 اسم يا بي. شو ام فواز ذكرينا، لسه في بنات خرج الخطبة بالضيعة ولا خلصوا يعني؟ ايه في وحدة مهدية بنت ابو حسين. لا المهدية لا لا تسجلها يا فايز، لا تسجلها. ليش بقى؟ امي فصعونة، فصعونة كتير. لك شو فصعونة؟ المسخ يمسخها، حيصير عمرها 14 سنة، بس هي جسمها بيعطي أكبر من هيك، واللي عم يشوفها عم يقول عمرها 18. ولو كان يا أمي ولو كان، بتضل البنت اسمها صغيرة. أنا بدي بنت كبيرة وواعية تفهم علي وافهم عليها. يعني شي 16 سنة على الأقل. احكي لك كلمة يا أبي. خلاص خلاص مش مشكلة، لا تسجل مهدية. فكر يا أم فواز لسه في بنات ببالك؟ لا والله هلأ ماني متذكرة حدا. أصبح خلص هلأ، وإذا تذكرت شي اسم جديد منضيفه للقائمة بعدين. قل لي كم اسم صاروا؟ لساته 17 يا بي. قليل قليل كثير، مش هيك يا فوزية؟ معلوم قليل يا بي. يعني بكل هالضيعة أفش غير 17 بنت خرج الخطبة؟ أكيد في يا بي، بس هدول أكتر الناس بيناسبونا. خلاص يا أبي 17 بنت بكفوا مناح. هات أشوف القائمة. هات رمزية حسن فوزية وفيقة بديعة اسماء رولينا ملك. هكذا عظيم كثير. قلي لأشوف مين اخترت من هالقائمة. نقيلي أنت يا أبي، والله شي بحيي. لا تحتار ولا على بالك،
امسك هالقائمة هذه ودرسها على مهلك من هاون لبكرة، والبنت يلي بتأشر عليها منروح منحكي لك فيها فورا. وأنا يا بي ما بدكن تكتبوا لي قائمة إلي؟ وانت بكير عليك شوي، خلينا بالأول نخلص من هم أخوك وبعدين منفكر بموضوعك. وبصريحة كان لازم سميك فاير مش فايز. مرحبا عايشة، شو ليش قاعدة لحالي؟ مع مين بدي أقعد لكان؟ ولو قاعدة مع أخوكي مع خليل. ها وهي قاعدة خليل؟ صحيح ابن حماك رجع مبارح من العسكرية؟ ايه رجع أخذ إجازة وأهله ناويين يخطبوله. وكتبوا له القائمة ولا لسه؟ ما بعرف، تعرفي أنا ما بتدخل بيك شغلات. ليش لحتى ما تتدخل؟ أصلا لو كانوا هن فهمانين كان لازم يشاوروك بكل شيء، مو هيك الأصول؟ بيشاوروني لما بصير جوز بنتهم مو هلا؟ نفس الشيء، هي مثل هي. واحد غيره كان ما حل عن بيت حماء الا لحتى شاف القائمه كلياتها. هلا بدي اعرف يعني انت ليش شغلي بالك بهالقصه؟ اه لا انا ماني شغلي بالي ولا شيء، لك انا عم بحكي مشانك، ماني حابه انه بيت حماك يستوطوا حيطك من هلا. فعلا القعده معك بتهز البدن، روي عنا يا هلا. القعده معي بتهز البدن؟ تضرب شو خروق وتشتوش ايه؟ ايه يا فواز ما قلت لي انت شو صار معك؟ الحقيقة يا ابي انا كنت محتار بين تنتين ثلاثة. شو؟ قال محتار قال ولساتك محتار يعني؟ بيت استخارة مبارح بالليل والحمد لله الله سبحانه وتعالى ألهمني على فريحة بنت ابو علي الدكنجي. وانا عمل اختيار والله، بنت بتطير ضبنات العقل، أداة وجمال وحشمة ومن جميعها. ايه والله فريحة بتنشرب مع المي الأكرة، وغير هيك وهيك الواحد يحكي الحق الجماعة توب من توبنا. لكن خلينا ندق الحديد وهو حامة، شو ناطرين يعني؟ قم معي فايز، قم لقلك قوم قم، خلينا نروح نحكي بالبنت. ولك هيك بدكن تروحوا بدون جاهة؟ افيش وقت لجاهات هلا، قال جاهة قال. قم ولك قم فايز. يلا يلا ادعولنا. الله معكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا الله يا الله. أهلين وسهلين، شرفتوا والله. الله يزيدك شرف خيب وعلي. يسلموا هديات. الله يسلمك. يسلموا هالإيدين يا عمي. الله يسلمك يا ابني. إيه خيب وعلي، والله ترى أنا رح أحكي من الآخر ومن دون مقدمات يعني. تفضل قول شو بتأمرني، أنا جاهز. نحن على بركة الله جايين نطلب يد بنتك فريحة لابننا فواز. بقى شو قلت؟ تكون فريحة لفواز؟ ليش عندك مانع؟ شو قلت؟ قلت والسبع تنعام، ليش أنا بحسن أقول شي؟ نحن بنتشرف فيكم أخي أبو فواز وأنت بتعرف هالشي. الله يبارك فيك يا رب ويخلينا إياك. يعني موافق ها؟ يعني الحقيقة أنا موافق، بس يمكن في مشكلة صغيرة. مشكلة؟ وشو هالمشكلة بقى لا سمح الله ها؟ يعني ما بتعرف؟ لا والله. وشو يلي بدي أعرفه؟ يا أبو فواز يعني بنتي فريحة بزمانها رضعت من مرتك أم فواز. شو هالحكاية؟ إيه مثل ما عم أقول لك، يعني بنتي فريحة أخت ولادك برضاعة، وإذا ما لك مصدق روح اسأل مرتك. شي معقولة؟ الغريب إنه مرتي بتعرف إنه نحن جايين نخطب فريحة وما جابتش هيك سيرة بالمرة. بتكون نسيت وجل من لا ينسى. طيب بسيطه ما تاخذناش مشان الله يا ابو علي، يخلي لي اياه. ولا يهمك. قوم لك قوم قوم لك. السلام عليكم. مع السلامه. هيك شغلات بتحصل كتير عمي، ولا يهمك.
تبكي. هلا فريحه اختي برضاعه. ايه والله مزبوط يا ابو فواز، هلا تذكرت. وشو تذكرت يا ستر حسن؟ تذكرت اني رضعت فريحه لما كانت امها مريضه. شو هالحكايه؟ اي صح النوم، هلق تذكرتي؟ هلق بعد ما طلعنا بسواد الوش قدام ابو علي الدكان جاي؟ لا سواد الوش ولا شيء، لسه في قدامكم 16 بنت بالقائمه، نقوا على كيفكم. شو فواز؟ شو رايك انت؟ شو رايي؟ خلاص اخطبوا لنا هنديه بنت ابو فرحان. وانت قلت يا فواز هندي بنت مؤدبه وجميله وزاكي وسماره مجذب. امشي تقلك ولا فايز. امشي يلا. امشي تقلك. امشي. السلام عليكم. السلام عليك. السلام. فشو قلت خيب وفرحان؟ والله يا ابو فواز قلنا الشرف ان نناسبكم، بس الواجب ان استشير اهل بيتي، هيك الاصول ولا شلون؟ حقك يا سيدي حقك، بس يعني يا ريت تشاورهن هلا وترد لنا خبر بسرعة، لأنه مثل ما بتعرف إجازة فواز قصيرة وبدنا ننهي الأمور قبل ما تخلص. وهو كذلك، عن إذنكم. تفضل. مليحة هندي لخيك مش مليحة؟ إيه والله مليحة وعين الله عليها. بعدين بيني وبينك يا بي، هندية في وراها رزقة محرزة، لأنه أبو فرحان في عنده 4 بساتين، ولا ما يطلع البستان من هالبساتين. قولتك يا فايز، بو فرحان ممكن يعطي البنات؟ وليش لحتى ما يعطي يا بي؟ لأنه هالعيلة بالذات أبتوردش البنات. أبوه لأبو فرحان الله يرحمه بزمانه معطاش شي للبنات، حرمهم كلياتن. أي أبو فرحان بشر، شو رأي أهل بيتك؟ والله يا أبو فواز أهل بيتي موافقين، بس في مشكلة صغيرة وكبيرة بنفس الوقت. مشكلة صغيرة وكبيرة؟ خير إن شاء الله. أم فرحان عم تقول إنه هندية رضعانة من أم فواز مع بنتك فوزية، يعني بالقلم نشرح هندية أخت ولادك برضاعة. كمان هندية؟ دخيلك ما تأخذناش يا أبو فرحان، ما تأخذناش. قوم ولك قوم. شرفتوا أهلا وسهلا. بس مرتي عم تقول إنه مرتك مرضعة حسنين مع أولادك. شو هالحكي يا أبو غانم؟ قول غير هالحكي. يا ريت عندي غير هالحكي يا أبو فواز، بس أم غانم عم تقول اسألوها لأم فواز. شو بدنا نسألها يعني؟ اسألوها كم رضعة مرضعة حسنية. إذا مرضعتها أقل من 3 رضعات بيجوزوا لبعضهم، أما إذا مرضعتها 3 رضعات وأكثر ساعتها ما بيجوزوا لبعضهم. ماشي الحال. قوم تنسأل بجوز يكون في شوية أمل. وين الأمل يا بي؟ لا قوم ولك قوم. ليش بك؟ ليكو التاني على هالسؤال، شلون بدي أعرف كم رضع مرضعتها؟ إيش أم خدفتها؟ معناها ما استفدنا شيء، مطرح ما حبسوه شنقوه يا فوزية. خلاص خلاص اشخطوا اسم حسنية من القائمة لنشوف آخرتها. كم اسم لسه في بالقائمة ولك؟ 6 أسماء يا بي، بس ما يكونوا هالستة إخواتي برضاعة كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك معقولة أنت؟ أنت أنت معقولة؟ شو كنت عاملة صدرك سبيل لبنات الضيعة يعني؟ لك بس بدي أفهم، أمتين لحقت ترضعي كل هالبنات؟ ها؟ بعدين أنا صاحب الحليب مش أنت؟ والمفروض تاخدي إذني لما بدك ترضعي حدا غريب، هاي كل أصول. طيب أنا شو ذنبي إذا كل نسوان الضيعة متعودين علي؟ هاي بتروح على الحصيدة بتترك بنتها عندي، والتانية بتمرأ بتبعتي بنتها لرضعها، وهديك بتحرق من جوزها، والتانية صدرها مخشب واللي بعدها صدرها ناشف. طيب شو بساوي؟ بترك كل هالنسوان بدون مساعدة؟ والله قلبي ما بيطوعني. اي بس بس لعيتيني قلبي. قم فايز قم ولك، إن شاء الله 6 أسماء اللي باقين بالقائمة ما يطلعوش إخواتكن برضاعة كمان. خلاص خلاص يا بي خلاص، لا تعزبوا حالكم، أنا بطلت أتجوز. وليش بطلت يا بخش القلب؟ شو على كيفك الشغلة أنت الثاني؟ بدك تتجوز يعني بدك تتجوز ورجلك فوق رقبتك كمان. يا بي فهمني مرة واحدة بس، الله يخليك مرة واحدة، أنا مالي مستعجل على جوازة، خلاص بنأجلها لبعدين. مشان تفلت على حل شعرك؟ لا ما حزرت،
بدي جوزك وضبك اليوم قبل بكرة. فايز امشي وتخلف. امشي يا بي. انا امشي ولك امشي. يلا بدنا نضبه. صبر جميل وبالله المستعان. هي امك طلعت مرضعة كل بنات ضيعة وكأنه مش حاس بحسابها انه ولادها بكرة بدهم يكبروا ويتجوزوا. يعني عاملة صدرها خابية، كل واحد بمد الكالي فيها وبيشرب. شو الام هذه؟ معقولي امك انت؟ معقولي؟ الله يسامحك يا امي. الله يسامحك. امشي ولك امشي. الله يسامحك والله. وبعدين يا ام فواز وبعدين فهميني واخرتها يعني. طيب شو رأيك نخطب له من الضيعة اللي حدنا؟ ليش نحن قدرة الضيعة اللي حدنا؟ هون بضيعتنا بيقبلوا معنا بمهر 100,000 ليرة، بس هنيك صدقيني أبيقبلوش غير 200-300,000 ليرة بعد. طيب شو رأيك نخطب له بنت أبو فتحي عز الدين؟ هاي متأكدة إنه أنا ما رضعتها أبداً، لأني بهديك الأيام كنت متخانقة مع أمها. وقديش عمرها بنت أبو فتحي عز الدين؟ يعني بعد شي شهرين بصير عمرها 10 سنين. 10 سنين؟ لك شو جنيتي أنت؟ جنيتي خلاص يعني ما عاد فينا عقل أباد؟ معقولي أنا روح أخطب وحدي عمرها 10 سنين؟ بدك تساويني مسخرة قدام أهل البلد؟ شو بدهم يحكوا علي أهل الضيعة؟ ها؟ لا تضوج علي أبو فواز، إحنا هلأ بنحكي فيها حكي بس. ولك يحاكيك الحكيم إن شاء الله. خلاص خلاص سكري موضوع، سكري بقى بحاجي لعي. هذا اللي كان نقصني والله. يخرب بيتك 10 سنين. شبك أنت التاني؟ لسه حاطط لي الحزن بالجرن وقاعد؟ فوزية مشان الله تركيني بهميها. فايز في شي؟ هالة هالة البنت اللي كنت حاطط عيني عليها وناوي اخطبها السنة الجاية. ايه شبه؟ طلعت اختي برضاعة. معقولة؟ شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم قلك يا فوزية، ما بزل عليكي. ولي بس ما يطلع خطيبي خليل اخي برضاعة كمان. معقولة يطلع خليل اخونا برضاعة؟ يا حبيبي على الأفلة. تفضلي. يا ستر يا رب، لشو القرآن؟ حتى تحلفي عليه إنك ما رضعتيش خليل. إذا مشان خليل أنا متأكدة إني ما رضعته، وبحلف أنا مطمنة. وشلون متأكدة بقى؟ لأنه خليل انولد برات الضيعة، وأبوه كان عم يخدم بحمص، وما أجل عنا على الضيعة إلا بعد ما صار خليل بالمدرسة. الحمد لله وألف الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه وشو ناويين تعملوا هلا؟ والله يا أبو خليل بالوقت الحاضر أجلنا موضوع فواز شوية. بقى شوفوا أنت أيمتين بتحبوا تزفوا خليل على فوزية، نحن جاهزين. ماشي الحال. إيه؟ على بركة الله. أهلين عمي أبو فواز. أهلين عايشي. يسلم هديات شلوني. الحمد لله منيحة وإيديك. شو عمي أبو فواز؟ إن شاء الله لقيتوا عروس لفواز. ها؟ لقيتوا عروس لفواز؟ إيه لقينا. مين بسلامتها؟ أنت؟ من بعد إذن أبو خلال طبعا. أنا؟ أي أنت، لأني متأكد 1000% أن أم فواز ما لحقتش ترضعك، لأنه عمرك من عمرها تقريبا، عمر الورود يعني. Thank you.
نعم، اخواته برضاعه. اخ انيال شو بده يلم نقوط. لك شبك ساكني؟ اطرقي لك كم زلغوطة بمناسبة العرس. الله يسامحك يا ابو فواز على هالرمية اللي رميته اياها لفواز. انا اللي رميته اياها ولا انت؟ انزلي انزلي مش حلوة، خلينا نشارك الاخوان بالعرس والفرح. يلا يلا انزلي يلا ولي. عيشة فواز ما بيجوزوا لبعض. وليش بقى؟ لأنه عيشة بتكون اختها لعمتي ام فواز برضاعة. شو هالحكاية؟ يعني عيشة خالته لفواز؟ صحيح مثل ما بيقولوا، طب الجرة على تمه بتطلع مرتي لأمه. والتاني الواحد عم بيسمع أشكال ألوان عن الحوادث عم بتصير. هو إذا جيتي للحقيقة، حوادث الحرامية اللي فلتانين على الطريق هون وهون هن اللي لازم نحسب لهم حساب. أنت اتكل على الله وعمل جهدك، ما تتأخر على الغدا ماشي؟ ولا يهمك، إن شاء الله الظهريات تكون عندك. شو يا سيد أسامة؟ بدك تسلم على الجدي قبل ما تسلم علينا؟ بس مو الحق عليك، الحق علي أنا اللي اشتريت لكم إياه. مين هذا ابو كاسر؟ اولادك سموا جدي ابو كاسر. اوه وليش ليسموه هيك؟ على اسم العامل الاسمراني اللي نظف الارض الشرقيه من الصخر. تذكرته سعيد؟ هذا اللي كان يحمل رنده واسامه على ايد وحده. ايه 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 تذكرته، بس شو اللي جابوا على بالهم هلا؟ والله ما بعرف. صباح الخير ماما. صباح النور. صباح الخير يا بابا. يا صباح النور يا بابا. شايف يا افندي؟ شايف الاكابر شو بيعملوا؟ بيجوا بيسلموا بالاول، مو بيروحوا لعند الجدي. يا تيس. صباح الخير بابا. صباح النور يا بابا. تعال. ايه ها يا عيني عليك. يلا وصال انا ماشي. بدك شي؟ سلامة قلبك، بس لا تتأخر على الغداء. لا 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 ان شاء الله ما بتأخر عليكي. يلا حبيباتي روح افطروا. قوام قوام. خاطرك. الله معك. الله يسوقك يا سعيد.
البقية بحياتك يا أم أسامة. حياتك الباقي. الحقيقة كان سعيد غالي علينا كثير، مو هيك يا أبو بدر؟ أكيد أكيد يا أبو هيثم، إيه قسماً بالله كنت راح تموت حالك يوم الجنازة، إيه وتشي أوعيك كمان. بقى شو بتأمري؟ نحن جاهزين للخدمة يا ست وصال. ما بدي إلا سلامتكم. قولي قولي أم أسامة، لا تستحي، أنا المختار وواجبي أخدم أهل ضيعتي. يعني بجوز أمرق لعندك بهالكم يوم مشان أعمل معاملة حصر الأرز، بدي أضمن حق أولادي يا مختار. ايه ضروري ضروري، امرئي لعندي، انا بالخدمه يا وصال. ايه مسامه، شو بدك تسوي بعدين؟ قصدي يعني شو مشاريعك بالمستقبل؟ ابدا، رح ضل هون ربي اولادي واشتغل بالمزرعه مثل ما كان يشتغل فيها سعيد الله يرحمه. إيه بس حرام هيك يا ست وصال، ايه ما بجوز من الله منوب. وليش بقى؟ يعني ما بتشوفي هالشغله صعبه عليكي؟ لا مو صعبه. صحيح، بدي اسالك سؤال ولو مالي فيه. تفضل. سمعت انه المرحوم عليه شوية دين، صحيح هالكلام؟ ايه صحيح، بس انا ناوية بيع سيارة سعيد الله يرحمه والصيغة اللي عندي لحتى اقدر اوفي الدين. ويا ترى رح تبيع شي من الارض؟ لا ابدا، ما رح بيع منه ولا شبر. وركب الشاطر حسن على ظهر النسر وهو فرحان فرحان ومبسوط كتير، وصار يعلي فيها النسر لفوق لفوق كتير يعني لجنب الغيم. واتطلع حسن على الأرض ولقاها بعيدة بعيدة كتير، صار يشوف الحصان وهو عم بيرعى قد القطة. وبعدين هدى النسر على جزيرة بقلب البحر ونزلوا جنباب قلعة كبير كبير كتير، ونزل حسن لجنب القلعة وقرب على الباب ودقوا. مين؟ هاد انت ابو كاسي؟ يحرق حريشك رعبتني، ورجيني لشوفه قاطع الحبل كمان. انا بفرجيك، بس اللي بدي افهمه هاد مين جابه لهون؟ اه ما بنعرف. ما بتعرفوا مو هيك؟ هذا اكيد انتي واخوكي نسيانين تربطوه منيح. يلا رجعوا على النوم اوام. تعال شوف. تعال. ولك ليش ما بتفهمي انتي يا فاطمه؟ قلت لك رح سكنك لحالك، خلص انتهت المساله، بس انتي طولي بالك علي شوي، لا تتبقي القصه فرد بقى. هلأ هذا الحكي صرت سمعانته كتير، مرتك القديمة وولادها أنا ما عاد عيش معهم نوم، لك يخرب بيته، تقول شاقين الأرض وطالعين. لك مبارح قطعوا لي حبل الغسيل وكل غسيلي صار على الأرض، بعدين اليوم يعلى عيونهم قلبوا لي الطنجرة وكانت عم تغلي، ولولا لطف الله كان انسلق الصغير. روحي هلأ، روحي فاطمة بعدين بنحكي، روحي من وشي هلأ الله يرضى عليكي، روحي لا تتبعيني، روحي قومي قومي. ماني متزحزحه من هون لتوعدي انك تاخذ لي بيت لحالي. لك يا حبيبتي خلاص خلاص كله بين حال، امشي انت امشي. اهلين وسهلين، روحي الله معك، مع السلامه. اهلا وسهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، اهلين وسهلين، اهلين ست وصال، تفضلي. اهلين ام اسامه، يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا يا عزيزه، يا ميت مرحبا، يا ميت مرحبا. انا ما بدي اعطلك يا مختار، جاي لوقع الكمور او بس. ايه من عيوني، ليش لا يا ست وصال، هاتي لشوف. تفضل. ايه ليش لا، وهي طابع من عندي، وهي ختم، وهي توقيعي، تكرم عينك. تفضلي خالصة. شكرا مختار. قديش بتأمر ابو هيثم؟ اعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ الله يسامحك، معقولي انا اخذ منك يا ست وصال؟ بس ما بيصير هيك، يعني هاد حقك الطبيعي، سعري بسعر غير. لا هيك رح تخليني ازعل منك. بعدين وين قايمة تروحي؟ لسه ما ضيفناكي شيء وصال. شكرا يا مختار شكرا، بس مثل ما بتعرف انا تارك الاولاد لحالهم بالبيت، صار لازم اروح. يا ستي الله يديمك ويحرسك ويخليكي فوق راسهم، بس كيف قدرانه يعني تعيشي لحالك يا ام اسامه؟ والله ما بعرف شو بدي اعمل يا مختار، تعودت. بس بيتك بعيد وباخر الضيعه والدنيا ما لها امان يا ام اسامه، وعلى هوا ما عم بسمع عصابه اللص بسمار رجعت تنهب هون وهون. سيدي الله بيحمي الجميع،
شو بدنا نساوي يا مختار؟ سعري بسعر غيري. إيه صحيح، بس أنت بالذات مطموع فيكي أكتر، لأنك لا تأخذيني أرملة وعايشة لحالك. وإذا بدك النصيحة، والله أنا بشوف أنك تتجوزي من شي رجال هيك يعني أبضاي يحميكي ويحمي ولادك والمزرعة. بس أنا مستحيل لاقي واحد أبضاي وكريم وشهم مثل جوزي سعيد الله يرحمه، مستحيل. خاطرك مختار. مع السلامة، الله معك. ليش أنا من شو بشكي؟ ضاربك العمى؟ رح سجل جميع شكاويكم، بس احكوا واحد واحد ومشان افهم مزبوط. احكي لي انت ولا شو صار معه؟ سيدي امبارح بعد العصر وانا راجع على البيت هاجمتني عصابه. العمى بقلبهم ما اوقحوا، عم يسرقوا بوضح النهار. الله وكيلك يا سيدي، هذا اللي صار. كمل لشوف شو سرقوا. لا البغل والبقرة الشامية بس. بس سيدي، معناتها البقرة الهولندية مع العشر غنمات لساتهم عندها. مزبوط سيدي. احمد ربك اللي ما سرقوا لك الكل وخلوك على الحديدة مثل ابن الأعمى. وبوس ايدك وشو قفا، لأنه نازل عليك رحمة من السماء. روح روح، رح نسجل لك شكاويك ولايكن لك فكري. سجل. ما فهمت سيدي، يعني شو ساوي هلا؟ لا تساوي شي، خلي القانون ياخد مجرى. سجل. سجلت سيدي. مع السلامة. مع السلامة. وانت شو صار معه؟ يا سيدي أنا هاجموني بعد العشاء وسرقوا لي 10 اكياس حنطه وثلاثة تبن وطنجرتين. بس بس. وليش هيك عينك مزرقة مثل كحل الليل؟ سيدي قاومتهم شوي قاموا ضربوني على عيني. وضروري قاومهم انت التاني حتى يصير فيك هيك؟ قاومتهم شوي. على كل حال احمد ربك واشكره ليل نهار اللي ما قتلوك على الخالص. حاكم هدول التالين قتلها وفي اسبائيه بهالشيء، وهي سجلنا الشكوى. سجلها. سجلت سيدي. الله معك. وانت شو صار معي؟ يا سيدي انا الحراميه سطوا علي وش الصبح. وشو سرقوا لي؟ سرقوا لي الحمار انت اكبر قدر، وموت البرغل الله لا يوفقهم. بس انا سمعت انه عندك 30 جاجه وديك. ايه سيدي صحيح. يعني هدول نفذوا ما سرقوا لك ياهو؟ ما قدروا لاني حسيت عليهم. اصبح ليش زعلانه؟ روحي روحي احمدي ربك اللي ما سرقوا لك الدجاجات والديك. كنتي صرتي على الحديده ايد من ورا وايد من قدام. فظاعه فظاعه النسوان شو بينقوا. على كل حال سجلنا الشكوى. سجلها. سجلت سيدي. الله معي. خير ست وصال، شو قصتك انتي الاخرى؟ الحقيقة أنا كنت جاية أسألك، يعني شو صار بالتحريق بحادث جوزي؟ هوهو علينا، فعلاً بهالأيام ما حدا بيحس بحدا. لك أنتي وين ونحن وين؟ مالك شايف البلاوي الزرقاء والمصايب اللي نازلة على رأس أهل البلد من عصابة بسمار وجماعته؟ ولا نحن فكرتينا فاضين لحادث جوزك بس؟ لك لا بس. لا تخافي، ما في حق بيضيع عندي. بس الشغلة أولاً وأخيراً بدها طولة بال. بعدين لا تنسي إنه في أولويات بالمسألة لك. الله يعافيكم، اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلوا لجوا يا مختار، تفضلوا. الله يزيد فضلك.
بيصير هيك يا ست وسار، والله العظيم ما بيصير. يعني ما بيصير تشتغلي النوم، حرام، مو هيك يا ابو بدر؟ طبعا طبعا يا مختار. وليش بقى؟ لانه هالجمال ما بيصير يشقى ويتعذب. هذا الجمال شلون بدي اقول لك، لك خلق للفرجه وبس. انت مثل الورده بالمزهريه يا وسار. يا سلام يا سلام، شو هذا؟ شعر شعر حقيقي. واقع يا واقع يا حبيبي. شوف يا مختار، انا 100 مره فهمتك انه انا عندي اولاد بدي اشتغل وربيهم. ما اختلفنا على عيني وراسي، بس ليش ما بتتركي امور الشغل والزراعه على غيرك؟ تقصد انه اتجوز؟ وليش لا؟ ما انت لساتك صغيره باول عمرك، وغير هيك العريس جاهز. ومين بتقصد؟ المختار؟ وشو بالمختار؟ الحمد لله انا جاهز ومقتدر. إيه بس انت يا مختار متجوز تنتين نسوان، اولادك شباب وصبايا ومتجوزات وإلهم اولاد كمان. يا ست وصال، المختار اتجوز صغير وانظلم، بعدين انت شو بدك بالشغله؟ الشرع محلل له اربعه. يا مختار اسمعني منيح الله يخليك، انا بعد جوزي سعيد الله يرحمه ما رح اتجوز حدا بهالدنيا كلها، وما لي هم بهالحياه غير اني ربي اولادي وكبرهم وعلمهم احسن تعليم. بقى خيطوا بغير هالمسله، ولا بقى تفتحوا لي هيك سيره بنوب. شو علي يا وصال؟ هذا اخر كلام عندك؟ ايه نعم يا مختار اخر كلام. تفضلوا الله معكم. طيب بسيطه يا وصال، بسيطه. أسامة. لك شو صباح الخير يا عم حامد، وينك لهلأ؟ صار العصر. لا تأخذيني يا عم أسامة، أخذنا جارتنا الختيارة أم شفيع على المستشفى، مشان هيك تأخرت عليكي. وليش أخذتوها على المستشفى؟ شو صاير معها؟ نزلوا عليها حرامية بالليل، ضربوها بحديدة على راسها، كانوا رح يموتوها لولا لطف الله. دخلك ما حدا دافع عنها؟ منين يا حسرة، أم شفيع مرة كبيرة وما لها حدا بهالدنيا، أصلا هذا اللي مطمع الحرامية فيها. يا حصرتي لو كان إلها رجال ما كان حدا استرجى يقرب عليها. هذا انت ابو كاسي؟ اهلا وسهلا. لك العمه بقلبك شو بهي مقاطع الحبل مره ثانيه؟ انا بفرجيك. لك انا بس بدي افهم، انت جني ولا جدي؟ خذ خليك بارضك لا تتحرك، اصلا اسامه ورمده نايمين. داي اخلاقك مو هيك؟ فهماني عليك، انا بدك تلعب معهم. لا يشبعك لعب. فوت ابو كاسر فوت، وين طالع بهالعتمة؟ بدك تفقد الحمار مو هيك؟ ويا ريت لو يعلق الحرامي بإيدك كنت خلصتنا منه بقى. تتذكر أبو كاسر الحرامي اللي مسكته السنة الماضية شو سويت فيه؟ يعني بس كتير كنت قاسي عليه أبو كاسر، مو معقولة تقطع له أدنيت تنتين ومنخاره بس لأنه سرق الديك. إيه طبعا طبعا بتذكر، شلون ما بتذكر؟ مو هداك الحرامي اللي إجا بده يسرق البقرة؟ بتذكر إنك حطيته بكيس وخليت البغل يدعس عليه ويعمله فوق.
بس بدك الشرطة ما تدرى بهذا اللي قوصته براسه ضربين وحفرته وطمرته جنب حيط السور. بس لعنا بده يسرق شلال شعير. ايه صحيح انا بكره الحرامية مثلك، بس ما بسوي فيهم هيك. شو عم تقول؟ سامع صوت من وين؟ من برا. لك انا راح اقوص عليهم بالبارودة فورا. اليوم دوري يا ابو كاسر، انا اللي بدي اجيب اخرتهم. بس هيك مو معقول يا ابو رماح، السعر اللي عم تدفعه كتير قليل. لا مو قليل، ولا تنسى ان البضاعه مسروقه يا زعيم بسمار. مزبوط مسروقه، كمان نحن مخاطرين بحالنا مشانها. الخلاصه شو بدك تشتري من عنا اليوم؟ راح اشتري كاس الحنطه والفاصوليه. والعجل ما بدك اياه؟ هذا للتشبايه وحده بوحده. لا ما بدي اياه. ليش؟ لانه معروف بالمنطقه، بعدين وين بدي بيعه؟ ما في بقره الا بتعرفه. لك شبك يا ابو رماح، شغل لي مخك شوي، ضروري تبيعه هيك صار سليم. لك انا شلون بدي بيعه؟ اذبحه وبيعه لحم، الجلد لحال والقشه لحال والعبره لحال. شايف لي لحام قدام منك؟ انا تاجر، تاجر يا زعيم بسمار. يخرب بيته، والله هلكني باكله. علي الحلال اذا بيطلع بيدي لبيعه ب20,000 واخلص منه. وانا شرب 10. ب10 انت الثاني؟ طيب ماشي، هات 10. تضرب شو انك تاجر معت. وهي 10. ولا تنسى تبعت لي البضاعة بسرعة، لا تأخر لي فيها، مفهوم؟ ماشي يا برما. يا الله سلام عليكم. الله معك. شو يا بلاقيكم راجعين عم تطوطحوا بإيديكم؟ وين المسروقات يا جرادة؟ والله يا زعيم بسمار ما قدرنا نسرق شيء. منيح اللي نفدنا بريشنا. ها يعني هربتوا؟ بس الله وكيلك، الله وكيلك يا معلم بسمار، يعني اللي شفناه واللي سمعناه مو بيهرب كعبون وجرادة، بيهرب عنتر بذاته. خلصوا لانتو يا يلعنكم جبنة وخروق. مرة وحدانية أرملة عايشة لحالها وما في مين يحميها. لك الحرام اللي ما صار له بالكار غير من مبارح بيسرقها بسهولة. بقى باعت اثنين على أساس عاملين لحاله نسباع الليل، هربانين من وشه وجايين ركض مثل الكلاب، وتحشي اللي دنبهم بين رجليهم. اما هي اخر سمعة. بس يا معلم الارمله اللي بعتنا عندها ما كانت لحالها. مزبوط. شلون لكان؟ مين كان معها؟ الزلمه قتال قتله اسمه ابو كاسر. ابو كاسر؟ ومين هذا ابو كاسر؟ الله لا يفرجيك يا زعيم اللي شفناه واللي سمعناه. وشو اللي شفتوه؟ قولوا لا. والله ما بعرف يا زعيم، يعني مدري هو جني، مدري عفريت، مدري بني ادم، ما عرفت. وبرقبته في شي 10 قتله، وكلهم حراميه مثلنا، لقوا في واحد قاتله وطامره بقلب المزرعه. تحت الحيط. شح، اما هاي خيلي، ولك المعلومات اللي عندي بتقول انه هاي المره وحدانيه عايشه لحالها مع ولدين صغار. زعيم اذا مو مصدقنا، ليش ما بتروح معنا وبتشوف بعينك وبتسمع باذنك؟ وانت قلت، وحياتك رايح، لروح اشل المزرعه اش. قال ابو كاسر قال. ما بيستاهلوا حق
رصاصة؟ إيه طبعاً والله معك حق. ليش أبو كاسر أنت كم واحد صرت عتل لحد هلا؟ 7؟ لا أنت السادس 6، لأنه في واحد من بيناتهم ذبحته ذبح. شو نسيت؟ شو جابك لعندي لهون؟ كم مرة قلت لك لا تجي لعندي هون على البيت بنوم؟ أنا بقول لعندك. جاي أقول لك إنه اليوم كان رح يكون آخر يوم بحياتي بسببك أنت. بسببي أنا؟ إيه، لأنه المعلومات الاستخبارية اللي عطيتني إياها حضرتك عن هاي الأرملة وصال إنه عايشة لحالها وما عندها حدا غير ولدين صغار وسرقتها مثل شربة المي طلعت كلها غلط. شلون غلط يعني؟ يعني طلع عندها رجال مشراني وقتال قتلها كمان. شو هالحكي؟ مو معقول. لك شلون مو معقول؟ شفته بعيني واسمه ابو كاسر كمان. ابو كاسر؟ ايه مثل ما عم اقول لك ابو كاسر، ولقواص عنده مثل فصفصة البزر. معناته هذا صاحبه. والله وقعت يا وصال والله. يا لطيف يا لطيف تلطف، شو الحكي اللي عم بسمعه؟ عنده صاحب وغريب عن الضيعه كمان؟ سترك يا ربي سترك. ومين قال لك هالحكي يا ابو رماح؟ ناس اوادم ومرتبين شافوه عنده بالليل. الله اكبر الله اكبر، انا لازم بلغ اعضاء المخفر فورا. ورئيس المخفر كمان. مزبوط، ورئيس المخفر. شو شرف الضيعه ضحك بابي يعني؟ هلا بين ليش رفضتك يا مختار. المخلوع عنده صاحب وما عم بتضيع وقت. مزبوط. بسيطه يا وصال بسيطه. ايه هون هون عندك محامي، تفضيهم هون. وينك يا ست وصال؟ يا وصال بدون لف ودوران، وينه؟ منو هاد؟ منو هاد؟ يا حرام ما لا خبر، صاحبك محبوب قلبك يلي مقاويتيه عندك. طولوا بالكم طولوا بالكم وفهموني، انتوا شو عم تحكوا؟ عن ابو كاسر. عن ابو كاسر؟ بس كن ابو كاسر لكان. بتعترف فيها مقوصة؟ بشو بعترف بها؟ انه لك صاحب غريب اسمه ابو كاسر ومجرم وقتال قتله كمان. هلا كلكم جايين ومسلحين ما شاء الله حولكم وحواليكم مشان ابو كاسر؟ كله بكفه وشرف الضيعه بكفه يا وصال. وليش ما اجتكم النخوه ودافعتوا عن بيوت الضيعه ومزارعها لما اللصوص نهبوها نهب واعتدوا على ناسها بالقتل والضرب؟ وين كنتوا لما انا ما عم نام الليل لحتى احرس اولادي وخايفه باي لحظه انه هدول الحراميه يداهموا بيتي ويعتدوا علي وعلى اولادي وعلى رزقي؟ لا والاحلى من هاد كله انكم استوطيتوا حياتي، ويا مين يشوفني ارمله يركض ويجيني هروله، ولا شو يا مختار؟ هلا لا تبيعينا حكي على الفاضي، طالعي صاحبك بالبيت طالعيه. ايه روحي طالعيه. خلص بكفي، طولوا بالكم وهدوا شوي، رح جيب لكم ابو كاسر. يا ابو كاسر تعال، جماعة بدهم اياك، بدهم يتعرفوا عليك. تعال ابو كاسر تعال، لا تخاف، بس بدهم يشوفوك. شو ها؟ هذا جدي. ايه نعم جدي. وليش عم تنادي له ابو كاسر؟ من قلة الرجال بالضيعة يا مختار. وهلا يا مختار هالبيت لكم وهبوني يا. شو يا؟ ابو كاسر ابو كاسر ابو كاسر ابو كاسر هذا هو ابو كاسر.